السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة الباش مدرس. حلقتنا النهاردة عن الإضاءة. الإضاءة هي نمرة واحد أو أهم حاجة في التصوير أو في الفيديو. طب هتقولي إزاي يعني؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي. انا بصور طبعا، انت شفت الفيديو اللي فات بتاع الكاميرا، ولو ما شفتوش انزل تحت في الوصف، هتلاقي الفيديو بتاع الكاميرا، تستخدم كاميرا ايه بالظبط او تشتغل بايه على اليوتيوب عشان تعرف تعمل فيديو كويس. دلوقتي انا بكلمك عن الاضاءة، ركز كده معايا وبص. ده كده فيديو انا بصور من غير استخدام اضاءة، انما كده انا شغلت الاضاءة. طبعا حضرتك اكيد لاحظت الفرق، تمام. هعرف حضرتك دلوقتي طريقة صنع اضاءة بايدك وما تبقاش مكلفة عليك وما تاخدش من وقتك كتير. دي بقى الاضاءة، او مش الستاند، الاضاءة الاختراع اللي انا عامله. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن حاجة بتنور لك وانت بتصور، بتخلي الاضاءة كويسة، بتطلع لك جودة فيديو كويسة. طب ايوة، دي عبارة عن ايه؟ بص، المفروض ان الاضاءة بيبقى فوق زي ساق كده ماسك لمبة بتنور لك. انا كل اللي انا عملته ان انا جبت ايه؟ ده هو ده عبارة عن، عارف انت الطبق اللي بيستخدموه في المطاعم، يبقى عبارة عن طبق كده بيحطوا فيه اكل، طبق كبير شويه مثلا بيحطوا فيه ديك رومي او فرخه او حاجه زي كده، بيدخل الفرن يعني. طبق بيبقى الماده بتاعته زي الالومنيا كده او الفويل، تمام. الطبق ده انا جايبه عشان هو بيعكس الضوء، يعني هو بيلمع كده فبيعكس الضوء، ده اللي انا عاوزه، تمام. عملت ايه؟ اخدت الطبق وخرمته من هنا، وقمت حاطط فيه دويل كهربا لمبه، وقمت خارم الناحيه التانيه وحاطط فيه دويل مركب لمبه بيضه. ما حطيت دويلين مش دويل واحد، بحيث لو عايز ازود اضاءه يبقى معايا مساحه، تمام. طب من ورا عملت ايه؟ هفهمك من ورا عملت ايه. بص كده، دي عباره عن ايه؟ العصايه دي، العصايه دي انت هتروح عند اي محل بتاع بويات وكده، في حاجة اسمها الرولة دي اللي بتبيض، اللي هي بتبقى زي عجلة كده في فرشة بتبيض بيها الحيط. الرولة دي ليها عصاية طويلة، العصاية دي لو عايز مثلا تبيض سقف أو حاجة، تمام. هي العصاية دي أنا جبتها، العصاية دي فيها هنا صامولة كده بلاستيك، بتفكها تقدر تطول العصاية دي وتأثرها وتشتغل معاك الستاند 100 100. لو أنت واقف بتطول العصاية، لو أنت قاعد بتأثر العصاية، تمام. والسلك ده طبعا بتاع الدويل، هو السلك ده ربطتهم في بعض ووصلتهم بالفيشه اللي انت شايفها هناك دي. هتقول لي طب العصايه دي واقفه على الارض ازاي يا عم الحاج، انت بتشتغلنا؟ اقول لك بص، المفروض ان انت بتجيب طبق وتحط اسمنت والكلام ده وتغرس في العصايه وتسيبها تنشف، ده المفروض يعني. بس انا الكلام ده ما نفعش معايا طبعا، لان انا عاملها في اوضه، فالاسمنت والكلام ده ما ينفعش معايا. قمت عامل ايه؟ بص كده، الاختراع اللي انا عامله ده عباره عن ازازه، قمت خارمها من هنا ومفضي جواها ايه؟ تراب، تراب بقى وزلط، وحط العصاية فين؟ مكان الغطا من هنا. المهم ان هي تقف على الارض، ما تقعش. هو المنظر اللي انت شايفه ده، وشغالة الحمد لله لحد طبعا ما الواحد ايه يبقى محترف شوية، ويبدأ بقى يجيب استندات اضاءة ويظبط الكلام زي ما انت شايف. والعصاية دي انا ثبتها هنا، جبت حبل وشكرتون، لازق شكرتون، لفيت الحبل هنا على الدويل من ورا والشكرتون، وقمت ماسك العصايه فين؟ في الطاقة. والحمد لله شغاله، وهوريها لحضرتك دلوقتي. خليني بس احط الفيشه السلك اهو. بص الاضاءه يا عم عامله ازاي، بص المنظر. دي الحته طبعا اللي انا بصور فيها، المكان ده او الحته دي الاخضر ده اسمه كروما، يعني محدش يقول لك ايه العبيط ده عامل حته خضرة في الحيطه بتاعته، يزق الزباله. لا، هو مش زق، هي الحته دي اسمها الكروما الخضراء،
وهعرفك دلوقتي او مش دلوقتي يعني هعمل لها حلقة لوحدها هعرفك الكرومة دي بنستخدمها في ايه. تمام يا عم الحاج الاضاءة شغالة 100 100. شوف بص طبعا الاضاءة عاملة ازاي جامدة جدا. انا لو عايز اعلي واعمل اضاءة اعلى من كده بعمل ايه؟ اجي مركب في الحتة دي يا عم لمبة تانية وبتشتغل وبتديني نتائج هايلة. عايز تزود لو عندك استوديو كبير اعمل 2 من دي مش مكلفة خالص. الطبق ده تقريبا ب10 جنيه او ب7 جنيه والحامل او الستاند اللي هو بتاع الرولة اللي قلتلك عليه ده العصاية دي ما بتعمل تقريبا 20 جنيه والدويل بجنيه ونص او ب2 جنيه مش حاجة يعني وازازة فاضية وشوية رمل. الموضوع كله مش هيكلفك 50 جنيه بس نصيحة مني بلاش اللمبة الصفرة المعفنة يعني خليك في اللمبة البيضة دي. تمام دي كانت الإضاءة. يا رب الفيديو يعجبك لو عجبك قولي رأيك في الكومنتات تحت. زي ما حضرتك دلوقتي شفت الإضاءة البسيطة السهلة الرخيصة جدا اللي أنا شغال بيها ده دليل يعني بقول لحضرتك إنك تشتغل باللي عندك ما تستناش مثلا إنك تجيب إضاءة أو ستاند إضاءة عامل 1000 جنيه أو 2000 جنيه. ده ما يمنعش ان لو حضرتك معاك فلوس الاحسن انك تشتري طبعا تشتري مثلا ستاند اضاءة والكلام ده موجود وهسيب لك لينكات بتاعته تحت في الفيديو. انما لو معاكش او مفيش لمبة اشتغل بيها او يبقى عند حضرتك شباك مثلا بيدخل ضوء اقعد قدامه وانت بتصور. تمام كده ده كان ايه الحلقة بتاعت الاضاءة وازاي تشتغل وتطلع فيديو كويس باضاءة كويسة ودور الاضاءة في تصوير الفيديو. استنانا طبعا الحلقة الجاية ما تنساش تشترك في القناة. كان معكم احمد البابلي من قناة الباش مدرس.